دمرتوا بلد ضيعتوا شعب تماما. هو السؤال هنا، انتوا تستحقون هذا البلد؟ تستحقون تحكمون بلد مثل العراق؟ بعد 2003 كان اكو حلم عند كل عراقي انه البلد مالته راح يختلف. العراق صار اتعس، في ظرف اتعس، في احزاب اتعس. تقولون مناضلين، كذب، كذب تماما. النضال بعيد عنكم، الجهاد بعيد عنكم، سويتوا قوانين للجهاد والنضال بس كذب. انتم كذبة، مجموعة من الكذبة اللي حكموا البلد وتسلطوا على مقدراته وعلى شبابه. تشرين ما انطتكم درس، على ما يبدو تحتاجون تشرين ثانية، وإلا بشرفكم اكو طبقة سياسية تشوف هيج صور هيج شباب وما يفكرون بيهم. ترى تعبنا من التحليل السياسي ومن المنطقية ومن حتى ضيوفنا تعبوا، حتى تحليلنا تعب. واحد ياخذ يمنه واحد ياخذ يسره، وانت تبحثون عن مصالحكم الخاصة، تبحثون عن منافعكم. واحد يعاند الثاني وواحد يريد يكسر عين الثاني، هي هاي الحقيقة. أما أنتوا فكرتوا بالشباب العراقي اللي جاي يزحف عبر البحار ويروح يوصل لأوروبا، أو ينهان مثلاً في بلدان دول الجوار؟ أبداً ما فكرت. فكرتوا بالمتقاعد مثلاً؟ فكرتوا بالعاطلين عن العمل، عن أصحاب الشهادات؟ القصة محصورة تماماً بمنافعكم الشخصية. اجتماعات الآن بعد تغريدة السيد مقتدى، اجتماعات، هاي الاجتماعات ما تهتم بهاي الصور. انتوا ما مهتمين بالمتقاعدين، ما مهتمين بالشباب العاطلين، ما مهتمين. العالم الآن يعاني من أزمة كبيرة جدا، هاي الأموال، هاي الوفرة المالية من النفط ممكن تضيح تماما، انتوا ما مفكرين بيها، تفكرون شلون ممكن واحد ينافس الثاني، واحد يقضي على الثاني، واحد يسيطر على الثاني، هاي قباحة. انتم قبيحين جدا، سيئين جدا. قيء، قيء، تعرفون القيء؟ إيران طابة بيكم، السعودية تلعب، تركيا ماخذة مايكم، وي غيرة شوية هيجي. زين اشبعوا، اشبعوا. يا جماعة بوقتوا هواي، والله أخذت فلوس هواي، ما شبعتوا؟ أخذوا فلوسكم وروحوا لأي جزيرة، لأي بلد، لأي عاصمة حلوة، وتونسوا عفوا هذا الشعب، هاي الشباب. يا شنو هذا الشاب اللي قاعد يترجى على فرصة عمل على 5000 6000؟ ما أريد أمثل الوطنية، أنا بالنسبة إلي يعني العراق غادرته من زمان وما أفكر أرجع له، وأسست حالي خارج العراق. لا تتصورون أتحدث بوطنية، لا أبداً، بس أتحدث بواقعية تماماً. هذا البلد وهذا الشعب ضائع تماماً وسط هذه الأحزاب اللي تدعي الإسلام والنضال وفلسفتنا واقتصادنا وعلي بن أبي طالب والسيدة، واليوم محتفلين والمناسبة زين. هاي الأيام ما خدشت ضميركم انه هذه ايام خسر بيها العراق ثلثينه وسبايكر وهاي فتوى الجهاد الكفائي اللي متونسين بيها واللي كذب. فتوى الجهاد الكفائي جاي تشتغلوها تجاره، انتم متاجرين بيها لمصالحكم الخاصه. كذابين، مجموعة من الكذابين تسلطوا على هذا البلد.
شو وقت نخلص من عندهم ما أعرف. الشعب شنو راح يقول كلمته ما أعرف. شنو شغلة أغلبية وطنية وهذا يريد حكومة توافقية وتالي. عود وتالي يعني شو راح يصير مثلاً؟ مقتدى الصدر تنازل عن الأغلبية الوطنية، انتصر المالكي الله صفقوا له، أو السيد المالكي تنازل عن أكو لحظة ضمير. ليش تخليتوا عن ضميركم؟ يعني ما أعرف، عندكم كلمات هواية تطلعون بيها شقشقات على اعتبار أنتم حفظة للتأريخ وتعرفون شقشقة الإمام علي. هذه شقشقة، أنتم كذبة ولا تستحقون هذا البلد وما راح تستحقون هيج شعب وراح تضيعون أموال هيج بلد. بس انتظروا لحظة، لحظة، هاي اللحظة اللي النظام السابق ما كان يتخيلها. صدام ما كان يتخيل لحظة أنه تجي أمريكا وتسقطه، لكن إجت هاي اللحظة. أنتم ما تنتظرون هاي اللحظة، بس راح تجي هاي اللحظة اللي تمحيكم، تمحيكم تماما وتبقون ذكرى تافهة وسخيفة، مرحلة كلش صغيرة في تاريخ هذا البلد. مفصل بعد 50 سنة العراقيين يقروها لأبنائهم إنه كان فلان وفلان وفلان، يدعون الوطنية ويدعون النضال. أنا قبل أيام شفت فيديو لدكتاتور إيطاليا موسوليني، علقوه، راحت هاي البهرجة الكبيرة علقوه. أنا ما أدعو لهذا الشيء حقيقة، ما أدعو للتعليق ولن أدعو له، ما أدعو للعنف أبدا، بس ديروا بالكم من العراقيين، لأن أنتوا وصل الغي بيكم إلى درجة القيء. القيء سيد مقتدى يقول أنا أبرأ ذمتي، أنا هم أريد أبرأ ذمتي. يلا حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام دكتور غالب الدعمي أكاديمي ومراقب سياسي من بغداد، حياك الله دكتور، ومعي أيضا الأستاذ كاظم الحاج محلل سياسي من بغداد، ومعي أيضا دكتور عقيل عباس أكاديمي وباحث سياسي من واشنطن. مرحبا بضيوفي الكرام، أرجو أن لا تكون هذه المقدمة اللي أنا حكيتها الآن محور نقاشنا، إحنا راح نتحدث عن شيء آخر، هذه شقشقة وانتم فاهمين هي الشقشقه. يعني اتمنى انه هيئه الاعلام والاتصالات والقضاء ما يحاسبونا عليها، يعني شقشقه يا جماعه، نشقشق براحتنا. زين دكتور غالب، سؤالي الى حضرتك، يعني سيد مقتدى شنو السر اللي دفعه انه ياخذ هيش قرار بحيث يدفع السيد حسن الاعذاري روحوا قدموا استقالاتكم، والحلبوسي السيد الحلبوسي قبل استقالات في نفس الوقت؟ دكتور غالب تفضل. دعني أحييكم أولاً، ضيوفك جمهور قناتكم الغراء. طبعاً أنت ملاحظ العملية السياسية كم هي كما قلت يعني حقيرة، ووصلت إلى أدنى مراحلها، تشكيك، تسقيط، يعني أشياء كثيرة في هذه العملية السياسية. سيد الصدور أراد أن يشكل حكومة أغلبية، وهذه الحكومة الأغلبية بالأقل هناك من يراقبها، لكنه لم يستطيع، حاول ولم يستطع. الآخرون قالوا له إلا نشترك معك في حكومة توافقية نوزع المغانم، ذهب باتجاه قانون الأمن الغذائي، قالوا عنه إنه الهدر الغذائي ثم والنهب ثم
صوت تم التصويت عليه وانسحب. فالآن هذا القانون يبقى لمن كان يعترض. وقالوا أيضا إن السيد لن يقدم استقالاته، يعني مجرد زوبعة، ولكنه اليوم وكما شاهدنا قبل قليل أنهم وقعوا، السيد الحلبوسي وقع على استقالاتهم، ويبدو أنه ماضي في هذه الاستقالة حتى يتحمل هؤلاء. شنو هذا العجلة عند السيد مقتدى؟ يعني على يقين أنهم لن ينجحوا في إدارة البلد. دكتور غالب، يعني شنو العجلة عند السيد؟ يعني أكو شيء، أكو مستجد صار؟ يعني يوم الخميس طلع هدد بس لا اليوم لا شنو؟ لا شوف، هو خطواته كانت واضحة ويعني متتالية، يعني قال سنستقيل وطلب من النواب واستجابوا ثم نفذ، وهو قال لهم أبلغهم صراحة إن هذه الاستقالات ستقدم في أي لحظة، وهم وافقوا وقدمها الآن وحصلت الموافقة عليها. بمعنى اليوم اكو بعض النواب، يعني شلون اكو مثل شعبي يقول يفرح البزون بعمهله، سمعان بي اكيد. هسه اكو نواب قعدوا، يعني ذول اللي راح يصعدون مكانهم اللي هم اكيد راح يشكلون الاغلبيه في حاله فوزهم بعد انسحاب التيار الصدري، وبالتالي راح يتحملون كل الفشل المقبل والمؤكد. وهنا تتأتي كما قلت، يعني ممكن ربما موجد غضب، يعني ممكن تصير حكومة، ممكن الإطار وباقي قوة التحالف الثلاثي ممكن يشكلون حكومة بخلاف السيد مقتدى. شوف هسه موقف التحالف الثلاثي ما زال مبهما، لكن بتأكيد أنه ليس لن يعطي موقفه بسرعة. وحتى هذه الاستقالة وإن قبلت، بالمناسبة الاستقالة الشخصية تقبل مباشرة دون الحاجة إلى التصويت من رئيس مجلس النواب، ولكن هل سيتدخل البارتي والسيادة في هذا الأمر؟ هل يستطيعوا ثني السيد الصدور؟ ما هو موقف الإطار؟ أنا على يقين لربما موقف الإطار يكون موقف ظاهر وموقف باطن، يعني بمعنى هو سيرفضها إعلاما، ولكن أعتقد بما سيقبلها باطنا، لأنها ستوفر له بحدود 30-35 أو أكثر. لا 75 نائب ستوفر له، 73 نائب جديد يضافون إلى قائمة الإطار. هو اليوم عندهم اجتماع، يعني قوى الإطار التنسيقي في منزل السيد هادي العامر صار عندهم اجتماع. راح يطلبون السيد أن يثني عنه بس اثنين. طيب أستاذ كاظم، توقعاتك يعني قوى الإطار شنو راح يكون يعني رد فعلهم؟ أنه يعني خلاص يستغلون الموقف أنه سيد مقتدى نواب قدموا استقالات، خلي نمشي بالبروسس الطبيعي جداً، يحضرون النواب الآخرين نوابهم، وممكن قوى الإطار يفكرون بهذه الطريقة أستاذ كاظم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عدنان ولضيفيك الكريمين وحتما لكادر ومشاهدي شاشة يو تي في الفضائية. قبل ذلك أستاذ عدنان، أنا حقيقة أنت طلبت أن لا يكون حوار على المقدمة، لكن المقدمة فيها كثير ممكن أن يعلق عليه، وخصوصا في أن يكون هناك التطرق إلى مؤلفات لمرجع شيعي كبير جدا ومعترف به، والآن مؤلفاته تدرس. أنا على ما أنا أستاذ كاظم أرجوك أنا مسيت المدعين بهذه الملفات. لا 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 عفوا، المدعين أنت مسيت المرجعية. لا أستاذ عدنان، أستاذ عدنان لا لا أنت ما مسيت المرجعية، وبالمناسبة مسيت المدعين بهذه الملفات. لا أستاذ عدنان لا، ضمن حديثك الذي تكلمت به تطرقت إلى فلسفتنا واقتصادنا، وبالتالي أنت تلمز المرجعية، مرجعية السيد محمد باقر الصدر بصورة مباشرة، وتدخلها وتحشرها في هذا المشهد السياسي الذي السيد أنت شخص محترم باقر الصدر. هذا خطاب غيرك. لا 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 لا، هذا خطاب غيرك. أنا محترم نعم، لكن أنت لا تريد ترضي جمهورك. لا أستاذ، تريد ترضي جمهورك أستاذ كاظم؟ أنا ما أريد أرضى جمهوري، أنا دافع عن مرجعيتي، أنا دافع عن مرجعيتي، المرجعية الشيعية اللي أنت جيت حشرتها في مشهد سياسي وصفتني وصف لا يليق بك. طيب هذه واحد، طيب اثنين أرجوك. هذا الخطاب خطابك أو خطاب القناة، هناك لجنة ماكو خطاب اللي قناة مراقب. ماكو خطاب قناة، أنا اللي يخصني أنا أدافع عن مرجعيتي. لا لا، أنت خائف الشيعية. أنت خائف المرجعيات الشيعية ومرجع شيعي غير موجود، شوف ولا شوف حاضر، أنت خايف ومتوفي، أنت خايف تسأل على يد الطاغية، أنت خايف تسأل باكر لتحشره في مشهد سياسي، أنت خايف تسأل باكر إنه ليش ما رديت عليه هيك قصة.
لا منين اخاف؟ بس اني 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 لا. اني حكيت على المدعين. لا استاذ عدنان هذا الامر انت استاذ عدنان زين زين هذا زين. الامر انت ما تدركه. ما ادركه. انا شيعي وانت تتحدث عن مرجعيه شيعيه وشيعيه محترمه كان هندي تأتي لتحشرها في مشهد سياسي عليه من الاشكالات ما عليه. وبالتالي وبالمناسبه استاذ يعني سيد محمد باقر الصدر استشهد. لا 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 لا, لا, لا عيب عيب الحديث خلي نترك هاي القصه استاذ كاظم. لا 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 استاذ عدنان ارجوك 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 هذا الامر هذا الامر هذا الامر ما يمر مرور الكرام. المساس بالمرجعيات الشيعيه لا يسمح به خصوصا اذا كانت مرجعيه مستشهده على يد حزب البعث ويد المقبور صدام حسين. بالتالي لا يمكن ان تحدد مرجعيات سابقه مشهد سياسي حاضر. ماكو مس للمرجعيه. بصوره مباشره تحدثت عن اللي اقول لك لو انت تحكي لو انا احكي اسمعني انا تحدثت عن المدعين بالالتزام بفلسفتنا واقتصادنا. لا, لا فلسفه عندهم ولا اقتصاد عندهم بالدليل. لا استاذ عدنان لا استاذ هذا اللي اقوله. انت اعلامي ما مسيت اقتصادنا ولا فسيت فلسفتنا استاذ عدنان. شلون حجتها صح لو لا 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 انت مسست المرجعيه استاذ عدنان. اقول لك شلون والله هسه هذا خطاب يعني خطابك الشخصي او خطاب القناه. هذا اكو جهات رقابيه مسؤوله هي لا 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 لا, لا. انت تريد تحرض علينا استاذ عدنان. انت تريد تحرض علينا استاذ كاظم. تريد تحرض علينا؟ وانا اللي احرض له انت. لا 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 خلاص اكتب مسج لصابري نيوز. مقدمتك كلها تحريضيه. لا اكتب مسج عشان اذا انا محرض لمن مستضيفك مثلا؟ ديكور لمن مستضيفك؟ انت المقدمه مالتك كلها تحريضيه. خوش مقدمتك كلها تحريضيه. خوش ليش مستضيفك؟ كلها تحريضيه. اذا انا تحريض ليش مستضيفك؟ استاذ عدنان استاذ عدنان اسمح لي استاذ عدنان انت لست في محل التقييم للمشهد السياسي العراقي. رايك الشخصي نعم رايك. لذلك انا شنو قلت لك اياها يا سيدي؟ قدرتك ان تقيم مشهد سياسي ودوله عراقيه وشعب عراقي. هذا سيدي الامر يخصك. رايك نعم استاذ كاظم. لا تطلب ان يكون هناك تحريض من استاذ ممن يسمع. اسمعني ارجوك. نعم استاذ عدنان. انت شو وقت طلعت للاعلام استاذ كاظم؟ قبل سنتين ثلاثه؟ هذا جاوبني. هذا الامر ما يخصك استاذ عدنان. لا يخصني انا. لا ابن انا ابن الاعلام وانا مقتدر وانا ابن الشارع العراقي من 2003 سيدي عدنان. ارجوك استاذ عدنان فلا تحاول مقدمتك. لا تحاول مقدمتك تخوفني سمعت من وانا راشد وافهم العراقية. ما اقول لا 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 ما اخوفك. لا لا ابدا ما اخوفك. انت اولا انت في مو في محل التخويف ان شاء الله تعالى. وانت هذه المقدمه اللي قدمتها وطيتها انت طلبت من هيئه الاعلام ان لا تحاسبك عليها. اي لا انا اعرفهم هيئه الاعلام تشوفها مناسبه للقانون العراقي. لا انا اعرفهم. هذا شغلها انا هم ما ادخل بشغلها. لا انا اعرفهم. انا اعرفهم اعرفهم. خليني اروح للدكتور عقيل عباس برايك اعرفهم. لا ما جاوبتني يا اخوي. اعطيني فرصه يا اخوي. ما جاوبتك على سؤالك. مو انت دخلتنا مو طببتنا وطلعتنا بقصه ما بس اخذت وقتك يعني. اعطينا فرصه. لا 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 من حقي من حقي من حقي. لا لا من حقي ادافع عن مرجعيات استاذ عدنان. من حقك. بس انت حرفت كلامي ورحت دخلتنا باشياء وانا طلبت منك. لا ما حرفت. طلبت تجاوب على سؤالي. ما اريد اخذ وقت دكتور عقيل واصلا هو زعلان من الحلقه الماضيه والمشاهدين والمتابعين. يقول انت ما تعطيني وقتي. دكتور عقيل الوقت لحضرتك. جاوبني السيد مقتدى شنو اللي اجبره او دفعه انه ياخذ هكذا قرار خطر جدا ويعني في ظرف يومين مو اكثر. شكرا لك استاذ اليوم انا كلش تحيه لضيفيك ولجمهورك الكريم. اود ان اعلق على مقدمتك. اعتقد هي مسكت بشكل دقيق الغضب الاخلاقي للشعب العراقي. الغضب الهائل في الشارع ضد هذه الطبقه السياسيه ومهمه الاعلام ان يعكس الواقع لا ان يزيفه. اختلف مع ضيفك الذي قال انك تجاوزت او حشرت المرجعيات. كلامك كان يتحدث عن استخدام هذه الطبقة السياسية لأعمال أنت ترى كذلك. أنت ترى كذلك
المقدمة واضحة وصريحة أستاذ عقيل، المقدمة واضحة هسا وصريحة. احنا نترك الحوار مال الحلقة ونروح للمقدمة، وثم بعدين اكو قصة أستاذ كاظم عود ليش لازم نقاطع الضيف. تفضل دكتور عقيل. اوكي. هو تعاكس معي هو. تفضل دكتور. يعني لنا آراء مختلفة، مثل ما سمعت رأي حضرتك أتمنى أن تسمع رأيي، وعندما يأتي دورك في الكلام بإمكانك أن تختلف مع رأيي. أعتقد نحتاج علامة. نعم رأيك ولكن لا يعني تقول أختلف. والله ما راح تسكت يا أستاذ كاظم، ما راح تسكت. لا تسكت. توكلوا بالله توكلوا بالله يلا. تفضل. ونحتاج يعني نحتاج إعلام ينقل ما يشعره الشارع، بغض النظر اتفقنا مع ما يشعره الشارع أو لم نتفق. طبعا كلنا ضد العنف، ونتمنى أن يمر البلد بهذه الأزمة دون عنف، لكن سلوك الطبقة السياسية التي انتقدتها أستاذ عدنان يبعث في الناس في المجتمع أيضا أشد النوازع سوءا، ومن ضمنها العنف. ونحتاج أن نكبت هذه النوازع عبر خطوات إصلاحية حقيقية وجدية تقوم بها هذه الطبقة السياسية، ولا يبدو أنها مستعدة لحد الآن. أحييك على هذه المقدمة، ربما بعض الكلمات كنت سأستخدمها بشكل مختلف، لكن أعتقد مسكت بالغضب الشعب العراقي بشكل صادق وحقيقي. يعني أعتقد أحد ضيوفك أشار قضية الإصلاح، يعني نحن نتحدث عن نظام سياسي منذ 2005 بشكل بعد مرار الدستور ولحد الآن، وهذا النظام السياسي تصدره الشيعة، يعني كان هناك قالب كردي شيعي لحد ما، لكنه الشيعة هم الذين تصدروه ويعني قرروا كيف يشتغل هذا النظام السياسي، وأعطوا للآخرين أدوار في هذا النظام السياسي. يعني بعد 18-17 عاما هذا النظام السياسي فشل بشكل واضح وعلني، حتى أطباء هذا النظام السياسي لا يدافعون عنه ولا يدافعون عن سجله ويقولون يحتاج إلى إصلاح. تشرين هي التي بدأت هذا الإصلاح، المجتمع عندما غضب وقال يعني نفذ صبرنا. هذه الانتخابات هي حقيقة ونتائجها هي اختبار لأطروحة الإصلاح، مقدار استعداد هذه الطبقة السياسية على القيام بالإصلاح. والسيد مقتدى الصدر التيار الصدري الطرف الوحيد في كل هذه الطبقة السياسية، وأنا أتحدث هنا عن الإصلاح بوصفه إشكالية شيعية، الآخرون ينتظرون، الأكراد ينتظرون، والسنة ينتظرون، بمعنى أنه هذا الموضوع يحتاج أن يحسم شيعياً قبل أن نعرف مع من نحن سنذهب. والطرف الشيعي الوحيد القادر أو القابل لأن يقوم بقضية الإصلاح هو التيار الصدري. هناك محافظات على التيار، هناك إشكالات بخصوص اشتراكه في الحكومات المتتالية، بخصوص عدم قدرته على إدارة الوزارات، هناك اتهامات بالفساد، لكنه في نفس الوقت هناك نزوع إصلاحي واضح للتيار الصدري على مدى السنوات، سواء من خلال الاحتجاجات، سواء من إخراجه وزرائه وسماعه بوزراء تكنوقراط. بمعنى هو مر بتجربة التيار بإيجابياتها وسلبياتها، بعض هذه السلبيات لحد الآن لا إجابة لها. يعني الموضوع الفساد نحتاج في يوم ما إجابة حقيقية، لكنه عندما وصلنا إلى هذه اللحظة حقيقة من انتخابات أكتوبر ولحد الآن تيار الصدري ذهب ذهابا إصلاحيا واضحا، بمعنى محاولة تبدو جدية لإصلاح هذا النظام السياسي. وهذه المحاولة عندما اقتربت من النجاح في اللحظة التي كادت أن تنتج فيها شيئا جديدا، وهي حكومة أغلبية سياسية تتحمل المسؤوليات عن الفشل وعن النجاح وتتتبع أخطاء الماضي المتعلقة بالفساد وتفكك السلاح الميليشياوي، على الأقل هذا هو الذي قاله السيد مقتدى الصدر، لم يتم إعطائهم الفرصة. القصة المعروفة يعني الثلث المعطل، الإصرار على التوافقية الأخرى. وصل التيار الصدري الآن، أعتقد أهمية ما قام به السيد مقتدى الصدر وأنا أؤيده، ما قام به هو شيء صحيح يخلي مسؤوليته القانونية ومسؤوليته الأخلاقية عن أن يكون جزءا من هذه الطبقة السياسية، بمعنى نحن حاولنا الإصلاح. طيب وتبعات هذا الشيء، وتبعات هذا الشيء، تبعات هذا الشيء على الطبقة السياسية التي تبقى في البرلمان وتبقى في الحكم وتقترح حكومة توافقية أن تجيب على هذا السؤال. لاحظ أنا أعتقد باختصار شديد السيد مقتدى الصدر أعطى الإطار التنسيقي تفاحة مسمومة. الآن بعد أن ننتهي من كل هذا الموضوع
سنعرف 40 نائبا حصل الإطار التنسيقي أم لا، سيحصل على 120 أو طيب. كذا، لأنه يعني بعد بس أن بس يخرج بس الصدري. بس خلي هاي التفاحة المسمومة أنا قوة سمعتها، بس خلي دكتور غالب الدعمي، فعلا سيد مقتدى أعطاهم تفاحة مسمومة؟ هم ساهون مسموم يريدون مو تفاحة. يعني أتفق كثيرا مع ما ذكره الدكتور عقيل، أعطاهم تفاحة مسمومة ومغمسة في السم، ساهون ساهون، لأنهم لا يدركون المشهد، لا يدركون المشهد وتداعياته. هناك رغبة في الشارع العراقي لتغيير النظام السياسي بالكامل في العراق. السيد مقتدى الصدر سبق كل التوقعات ووضع نفسه بعيدا عن هذه النتائج المستقبلية. أنا على يقين، وقد يشاطرني ضيفك دكتور عقيل، بأن الحكومة المقبلة أيا كان شكلها خارج مع بدون التيار الصدري لن تنجح، وهي أصلا لن تنجح، لأن هذه الحكومات سبق أن مرت بنا 18 20 سنة ولم تستطيع تحقيق شيء، لذلك لم تأتي بأدوات جديدة، وبالتالي فهي تستمر على بفشلها. طيب. ومع وجود التيار الصدري بالمعارضة الشارعة، فبالتالي أعتقد الحكومة السيد مقتدى الصدر يعني شنو معارضة في مهدها، يعني قبل الشارع أن تشكل يعني قتلها. بس يواش علي يا دكتور، يعني شنو معارضة؟ يعني نرجع للفوضوية والجماعة اللي يروحون يسدون؟ مو سيد مقتدى كانت عنده يعني فرصة ممتازة جدا أنه يقاوم وممكن سحب نفسه ويرجع؟ لا، ليش؟ لا سالي، شوف، سيد مقتدى أراد تشكيل حكومة، والشيء الجيد بالتيار الصدري أنه دائما يصلح نفسه، عنده إصلاح ذاتي لنفسه، بمعنى أنه يستفاد من تجاربه. الكتلة الوحيدة التي تستفاد من تجاربها التيار الصدري. نعم يخطأ، نعم عنده بعض المسؤولين، نعم هناك عدة كذا وكذا مخالفات غير فساد في بعض جوانبه، وهذا واضح، حتى التيار الصدري يعترف، لكن هو يصلح نفسه، حاول أن يصلح الحكومة مع نفسه، لكنه فشل بسبب معارضة الجزء المعطل للحكومة. الآن التيار الصدري بتقديري ليس فقط أعطاهم تفاحة مسمومة كما ذكر ضيفك، بل قتل الحكومة المقبلة في مهدها قبل أن تتشكل. لن تمر الحكومة المقبلة بهدوء مع وجود التيار الصدري خارج هذه الحكومة. طيب. وبالتالي فإن الجمهور الآخر سيذهب باتجاهات أخرى، ولن يدعم هذه الحكومة، ولن تستطيع الحكومة أستاذ كاظم تنجح في أي ملف، لا الكهرباء ولا الفساد. أستاذ كاظم، باعتبارك أنت دقيق جدا بمفرد، عندك تعليق على التفاحة المسمومة وعلى الساهون المسموم؟ لو أسألك، لو تحب أشرح لك شنو الفرق بين التفاحة المسمومة والساهون المسموم؟ احكي لي وانت شوي. استاذ عدنان، على كيفك ويروحك، على كيفك ويروحي. لا استاذ عدنان، يعني اي ويروحك، على كيفك، يعني مصدوم، ايش فيك مصدوم؟ على كيفك، مو مصدوم يعني الشارع مصدوم. زين سؤالي لحضرتك، اللي يصير بالشارع العراقي من 19 سنة ما يصدمك؟ ما انت ما مصدوم؟ لا حتما، يعني لا حتما هناك إشكاليات، هذا الأمر لا ينكر، واقع عراقي نعيشه يوميا، هذا الأمر لا ينكر أستاذ عدنان، لكن من يتسبب بهذا الواقع وكيف يعالج هذا الواقع، وهل أتيحت فرصة لمعالجة هذا الواقع؟ هنا يعني الموضوعية في النقاش في مسألة التفاحة المسمومة أو غيرها من الأمور الأخرى. حتما إنما يحسب لسماحة السيد مقتدى الصدر أنه يفشل دائما المخططات المعادية التي تريد أن تدفع الشارع بالتصادم، وخصوصا الشارع الشيعي. وبالتالي العراق والشعب أولا، هذا ما قاله سماحة السيد، ومن هنا تحديدا ومن هذا المنطلق، وأيضا من التجارب السابقة لسماحة السيد مقتدى الصدر، ولن يذهب باتجاه تعقيد المشهد السياسي أو أنه يستخدم الشارع من أجل أن يكون هناك تصادم شيعي شيعي أو حتى عراقي عراقي. بالتالي لن تكون هناك تفاحة مسمومة، ولن يكون هناك ساهون مسمومة. ربما تأتينا الأمور المسمومة من خلال الإعلام المسموم أو التوجه المسموم أو الأدوات المسمومة أو الإعلاميين المسمومين. هنا الإشكالية التي تؤثر على الرأي العام العراقي. بالتالي أيضا الإطار التنسيقي كزعامات وأيضا كتوجه والشارع الشيعي بالخصوص،
حتما ان هذه الاستقالات لن يتم يعني التصفيق لها وتركن على الرف وتذهب العمليه السياسيه. الاطار التنسيقي كان والان وسيبقى، لن يذهب بعيدا في تشكيل الحكومه ان لم يكن هناك اجماعا شيعيا شيعيا. وانا اقول لك ومن الان ان هناك سيكون هناك تواصل بين الزعامات الشيعيه وبين جماعه سيدي مقتدى الصدر. اكو سلميه لبيان الصوره وبيان سلميه اكثر من من, من عراقيين. اكو سلميه اكثر من عراقيين زعماء يدعون المقاومه وخير هذا البلد، يرفعون علم بلد اخر ويحتفلون بذكرى تأسيس فتوى لمرجع عراقي يرفع علم بلد آخر. أكو سمية أكثر من هذا الشيء يا أستاذ كاظم؟ تحكي عن سمية الإعلام؟ ذاتك عدنان، أنا ما أريد، أنا ذاتك أستاذ عدنان، أنا ما أريد أشخص الأمور، بس أنت تذهب باتجاه الشخص. أنا اولا هذا العلم الرفع الذي رفع او غيره هو رفع لدول ساندت وهي حليفه للدوله العراقيه، وربما هي الدوله الوحيده التي وقفت مع العراق. وكما تقول من يدعي المقاومه اثبت انه مقاوم ومجاهد ببقاء العراق وببقاء العمليه السياسيه وببقاء الشعب العراقي وببقاء العراق الان بدون تفجيرات وبدون ارهاب وبدون مفخخات وبدون يوم سبت دامي واحد دامي واسبوع دامي وشهر دامي. هذا المجاهد، هذه المقاومه التي اثبتت هذه الامور وابقت العمليه السياسيه وابقت العراق وستبقى العراق وستبقى العمليه السياسيه، ولن يكون هناك تحقيق لاي مشروع اجنبي يحاول ان يذهب بالعراقيين باتجاه الاقتدال الداخلي الداخلي. وواحدة من هذه الخطوات ما قام به اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر، وحتما إن هذا الأمر مقدر لدى العراقيين عموما ومقدر لدى الشيعة خصوصا، وأيضا إن هذا الأمر لن يذهب ليكون خطوة ومضت. حتما إنه سيكون هناك تواصل مع سماحته وسيكون هناك بيان للصورة وبالدقة واضحة، وعندها ستكون هناك خطوات أخرى داخل المشهد السياسي. دكتور عقيل، يعني البعض يقول أنه يعني السيد مقتدى قالها سابقا أنه التحالف الثلاثي في حل من عندي، وأني أيضا هدد بالاستقالة وغيرها، يعني وأيضا هو ماكو يعني حتى هاي توقيعات السيد الحلبوسي هي غير مجدية لحد التصويت عليها. يعني السيد مقتدى في مرحلة الضغط على قوى الإطار التنسيقي، يعني حاصرهم بزاوية ممكن يتراجع مثلا. يعني أنا متفق معك، هو زاد الضغط عليهم كثيرا وكثيرا جدا هذه المرة. علينا أن ننتظر ونرى إن مضت هذه الاستقالات، يعني بمعنى انتهت قانونيا وشغرت المناصب، يعني بمعنى أنه يتم استبدال المستقيلين بآخرين. إن تبقى شيء من وقت بمعنى قانونيا، هذا يحتاج بعض النقاش، يعتمد على النظام الداخلي للبرلمان، يعني لا يتعاطى النظام الداخلي أتصور مع هذا الموضوع بشكل واضح، لكنه إن إلى أن يتم المصادقة على هذه الاستقالات وتصبح نهائية لا عودة، الإطار التنسيقي واقع تحت ضغط شديد، وأما أن يمر حكومة الأغلبية أو يتحمل العواقب. تحمل العواقب معناه يعني هذه الاستقالات تصبح نهائية، ربما يستفيد الإطار من 40 إلى 50 مقعد، راح يعني الأعلى حصول الأصوات بعد الصدريين، النواب الصدريين على الأغلب سيكونوا من الإطار. يعني ترجح تراجع الصدر مثلا؟ أنا أعتقد إن مررت حكومة الأغلبية بشروطه الأساسية يمكن أن يقدم تنازلات هنا وهناك، يتراجع، أعتقد يتراجع إذا كان هناك حيز قانوني لمثل هذا التراجع، وأعتقد هناك حيز قانوني لمثل هذا التراجع. الآن إن لم يتراجعوا ومضت الاستقالات وأصبحت نهائية، هذه ستكون ورطة الإطار التنسيقي الكبرى، هذه هي التفاحة المسمى. لديكم الأغلبية، وعلينا أن نتخيل، أعتقد أن الأغلبية ستصبح للسيد نور المالي في الإطار التنسيقي، عدد المقاعد، عدد مقاعده ستزداد، وسيمر الإطار بذات الإشكال الذي صنعه للتحالف الثلاثي.
ثلث المعطل. بس دكتور بس فهمني قصة الأغلبية إذا صارت للسيد المالكي خلاص يشكلون حكومة. الإطار التنسيقي لنفترض يعني هذا هو السيناريو الذي أتوقع، لنفترض أن الإطار التنسيقي بعد انسحاب الصدريين تماما أصبح لديه لنقل، نحن لسنا متأكدين بالضبط ما عدد المقاعد التي لديه، لكن لنقل حصل إلى 110 أو 120 مقعد في آخر المطاف. هذه تصبح الكتلة الشيعية، سيعودون إلى النظام القديم، النظام التوافقي، يتحدثون مع السنة، يتحدثون مع الشيعة، مع الأكراد، والتوليفة القديمة التي يعني كانت تحدث في السابق. وفي حينها في الإطار التنسيقي من سيصبح رئيس الوزراء؟ الكتلة الأكبر. من هي الكتلة أو المجموعة الأكبر؟ يبدو أعتقد، يعني غير متأكد، علينا أن نرى بس يعني هو الأسماء الثانية، السيد نور المالك. هو هنا هو هنا سؤال الدكتور غالب، يعني هو لا بس سؤالي انه ممكن يعني العمليه السياسيه تمشي من غير السيد مقتدى الصدر الدكتور غالب؟ شوف بس معلومه، الائتلاف القانون راح يزداد 3 نواب فقط الى 4، الفتح راح يزداد 13، امتداد تزداد 6 تقريبا، تقدم 1، تصميم 3، وهكذا اشراقه قانون 1، راح تصير زيادات بس الاغلب الزياده راح تصير للفتح بحدود 31 نائب يكون عندهم. اي 31 يصيرون بالنتيجه. الاغلبيه راح تصير للائتلاف الشيعي، لكن شوف اولا اذا فعلا مضت هذه الاستقاله راح يكون هناك حراجه كبيره، ليس قد لا اتفق، نعم جزئيا اتفق مع الدكتور عقيل بشان انه ستحدث مشكلة داخل الإطار بشأن من سيكون رئيس الوزراء، من يكون المرشح الأكبر، لكن المشكلة الأكبر اللي أنا أعتقدها هي راح تكون هذه الحكومة بمواجهة شعب كامل، لأنه لن تنجح أستاذ عدنان، لن تنجح أي حكومة بالعراق وفق هذه الأدوات اللي تدير الدولة. يعني اليوم أنا كمواطن والبعض هسه قسم من عندنا دائما من يصير بزاوية يقول المرجعية، هسه السيد السيستاني الله يحفظه راضي عن العملية السياسية؟ أي مرجع شيعي حتى السيد الخامني بإيران مو مرجع؟ راضي عن السياسة في العراق اللي يدعي أنه تابع المرجعية الإيرانية كتقليد؟ مراجعنا الأربعة في نجف هل هم راضون عن العملية السياسية مطلقا؟ لذلك يا أستاذ عدنان ما جايفتهم هاي القصة، ليش عندك ما تصور؟ راضي اقول لك والله ما راضي، ما راضي عليه على العمليه السياسيه، يقول لهم انتم فشلتم في اداره بلدكم، يعني كتقليد انا احكي لك هنا مرجعيه شيعيه تقليد، الشيعه يؤمنون بالتقليد حتى خارج البلد، هاي فشيء ثابت بالمذهب الشيعي، لذلك انه دائما نحشر المرجعيه في سياستنا ونقول المرجعيه لا كذب، المرجعيه ما لها علاقه، لانه اللي يطبق كلام المرجعيه عليه ان لا يكون فاسدا، عليه ان يبني البلد، عليه ان ينجح بادواته. اليوم انا اتحدث كمواطن بعيدا عن اعلام، راي عام، استاذ جامع، خلينا على صفحه المواطن، هل استطاعت حكومتنا اللي الان تمثل هذه الطبقه السياسيه وتمثل المكون الشيعي الاكبر وتمثل المكون السني الاكبر والكرد، هل استطاعوا تقديم انموذجا او انموذج حي لبناء بلد نستطيع ان نفتخر به؟ ابدا. اليوم احنا نتسابق على بناء، على تبنيط شارع. يا اخي للاسف الشديد المدعون كثروا في هذا البلد، ومحاولات التسقيط المباشرة بين المذهب الواحد والقومية الواحدة والدين الواحد أصبحت كبيرة، لذلك التحدي الأكبر يعني اللي راح يواجه الإطار التنسيقي في حالة انسحاب التيار الصدر نهائيا. بس سؤال، يعني أنا شوية أجمع هيك بالمخيلة، يعني ممكن مثلا قوى الإطار تجتمع على اعتبار أنه أصبحت لها الآن الفرصة والغلبة بالمقاعد الآن ويختارون السيد المالكي رئيسا للوزراء؟ يعني راح يرفضون، أخذها من عندي، الإطار التنسيقي سيرفضون قبول استقالات التيار الصدري، ولا لا أستبعد أن يذهبوا للتيار الصدري ويقترحوا عليه اقتراحات أخرى ويقدموا له تنازلات، لأنهم يدركون جيدا أن العملية السياسية بدون السيد الصدر ستكون عرجاء من دون أقدام، لذلك ستسقط، لن تستطيع الحكومة أن تزحف بدون أن تمشي بدون أقدامها. يعني التيار الصدر ركن أساسي من أركان العملية السياسية، لا سيما أن هناك تحديات من الشارع
يعني لا الحكومة هناك نقص مهم على كلامك. وبالتالي على كلامك دكتور غالي بأسس سؤال الأستاذ كاظم، أنه أنتوا تعالوا للصدر تمشون لا تجوا تزحفون، يعني شون هو أرد أصيغ السؤال ما أدري، بس قصدي أنه على كلام الأستاذ غالب أنه هاي الاستقالات راح تخليكم تروحون للحنانة زحف هيك، يعني مو بهالمعنى. هسه انا سويتها بهاي المعنى هي اليوم ما ادري شو. خلي استاذ كاظم يجاوب، خلي نفتهم. تفضل استاذ كاظم. هي اليوم حتى وان ذهبوا زحفا للحنانه فهم غير خاسرين، ولا يندموا على هذا الزحف للحنانه كما راحوا من قبل. الامر فيه حفظ العراق وفيه يعني لكل مرحله متطلباتها استاذ عدنان، وايضا لكل حدث مقال. وبالتالي يعني الجميع يعلم ان الكتله الصدريه وموقف سماحه السيد مقتدى الصدر مهم جدا في العمليه السياسيه، وهذا الامر معلوم لدى الاطار التنسيقي كزعامات وكقوه سياسيه وحتى كجمهور. بالتالي لن يكون هناك تحرك باتجاه تشكيل الحكومه القادمه ان لم يكن هناك تواصل مع الكتلة الصدرية ومع السيد مقتدى الصدر وبيان يعني الصورة ترجعون للحنان، وبالتالي يكون هناك تحرك. يعني قصدي قوى الإطار راح ترجع للحنان. أنت طيب عدنان، أنت أيضا تتناسى شيء مهم جدا وهو موقف تقدم وكذلك موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا أيضا سيؤثر في حراك الإطار التنسيقي وأيضا في موقف الكتلة الصدرية. لحد الآن لم نرى موقفا من قبل الحزب الديمقراطي أو تقدم تحديدا فيما يخص استقالات الكتله الصدريه وموقف السيد الصدر. استاذ شبيها صبيها، يعني ما هو الاثر الذي سيترتب داخل هذه القوى السياسيه تجاه القوى السياسيه داخل المشهد السياسي العراقي؟ قصدي لا لحد الان ما شفنا موقف من قبل السيد بارزاني ولا من قبل خميس الخنجر والحلبوسي، بس على ما يبدو حتى في اجتماعهم يوم امس في اربيل هم مع التحالف الثلاثي وما يغامرون، وعلى يعني حتى سرعة السيد الحلبوسي بالاستجابة دلالة على أنه هو تنسيق بالموضوع. لذلك ما هو موقف هذين الحزبين أو هذين التوجهين تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ أيضا سيؤثر على حراك القوى السياسية بما فيها الإطار التنسيقي، وبالتالي هنا خيارات القوى السياسية مجتمعة هل ستذهب بخيارات أخرى غير الاستحقاقات الدستورية فيما يخص تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية؟ هذا سيناريو يطرح، وأيضا سيناريو يطرح هل أن موقف السيد مقتدى الصدر والكتلة الصدرية نهائي أو أن هناك حراكا سيكون من قوى سياسية متعددة سواء الإطار التنسيقي أو قوى سياسية أخرى باتجاه النجف ولقاء السيد مقتدى الصدر. أيضا الإطار التنسيقي وقدرته في التحالف والتحاور والتأثير على الحزب الديمقراطي وكذلك على تقدم، كلها خيارات مطروحة الآن، لكن في السقف الزمني المنظور الآن لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتما أن المواقف ستكون غير واضحة، ولوصول المشهد السياسي للدرجة القطعية بأن هناك حراكا سياسيا لتشكيل الحكومة بدون الكتلة الصدرية حتما ان مجريات الامور وما نتحدث به الان سيختلف بدرجه 180 درجه، اخذين بنظر الاعتبار ان تقدم والديمقراطي لا يريدون للانتخابات ان تعاد حفاظا على ما تم خلال الفتره الماضيه في التزويرات في الانتخابات المزوره، وايضا لان هذا الامر انعكاساته على حلفائهم سواء داخل المكون السني او داخل المكون الكردي لن تكون كما هي الان في المستقبل القريب. طيب. وهذا الامر معلوم ويعمل عليه من قبل الاحزاب سواء الاتحاد او الجيل او حتى عزم الرسميه التي لا زالت مع الاطار التنسيق. دكتور عقيل، هو سؤالي هنا انه يعني برايك شنو راح يتوجه السياده تقدم وش اسمهم البارتي؟ نسيت شركاء السيد الصدر من السنه والاكراد ان تبين ان هذه الاستقالات نهائيه لا عوده عنها، بمعنى خروج التيار الصدري من البرلمان او السياسه في العراق بشكلها الرسمي، اعتقد هؤلاء يعني سيذهبون ويتحالفون مع الاطار التنسيقي. موضوع الاصلاح اطروحه الاغلبيه او الاقليه هي ليست اطروحتهم،
هم في الحقيقة راغبون بالبقاء على النظام التوافقي السابق، ولديهم قناعة أن أنكم كشيعة احسموها بينكم وتعالوا لنا بخيار واحد بس متفق عليه. قصدي السنة والكرد ممكن يتجهون مع الإطار و... نعم ممكن تماماً أن يتجهوا إلى الإطار بعد أن يخرج التيار الصدري تماماً من العملية السياسية. أنا أعتقد الإشكالات ليس هنا، يعني هذه الطبقة السياسية، هذا الماء الراكد الذي أصبح آسناً حركه المجتمع ثم التيار الصدري عبر أطروحة الأغلبية السياسية. لأول مرة هناك نقاش حقيقي غير منطقي، يعني هيمنت عليه الشعبوية والتشويه والتزييف، نقاش حقيقي بخصوص إجراء تغيير جدي وإصلاحي في منظومة 2005، يعني بعد 16-18 عاما لأول مرة وأفشل، يعني لحد الآن غير متأكدين من قضية الفشل. أنا أعتقد يعني مسألتان ستظهران بشكل واضح جدا: خروج التيار الصدري انخرج تماما وأصبح جزءا من الشارع، فنحن سنشهد تحالف الشارع صدريا وتشرينيا والغاضبين الآخرين الكثر من العراقيين ضد هذه الطبقة السياسية. أنا أعتقد هذا النظام السياسي ذاهب نحو الانهيار إن لم يحدث إصلاحا جديا، وفرصة الإصلاح الجدي هي الآن وهم في طور تضييعها. إن لم يحصل هذا الإصلاح الجدي وعدنا إلى الحكومات التوافقية فلن يستغرق الأمر طويلا حتى ينهار هذا النظام السياسي. أما ينهار بفعل احتجاج المجتمع عليه، وهنا أعود إلى مقدمتك التي مسكت حقيقة روح الأشياء وإن بعبارات مختلفة عن العبارات التي ممكن أن يستخدمها شخص مثلي، لكنها مسكت الحقيقة. والثانية، الإدارة الاقتصادية لهذا البلد غير قابلة للاستمرار على هذا النحو الحالي. هذا البلد ذاهب للإفلاس، نحو الإفلاس. هذه قضية أوكرانيا وحرب روسيا هي التي هذا سبب غير متوقع والذي أدى إلى زيادة يعني الموارد النفطية، والجماعة يعني حادين لسنهم واضح. طيب بس جداً. أنا أسأل شيء، يعني على فكرة هو سيد مقتدى يعني دوم تغريداته قبل البرنامج بساعة، يصلي المغرب ويكتب تغريدات ويلوصى علينا، يعني بصراحة يعني حتى هي المقدمة ما كانت بهذا الشكل، بس أنا مقدمتي وضع التحالف الثلاثي والتيار الصدري بشكل جيد، هاي قراءتنا يعني في المقدمة قبل هاي المقدمة الشقشقية. زين دكتور غالب، يعني سيد مقتدى سوى قانون الأمن الغذائي، الحكومة حكومة الكاظمي قريبة جدا من سيد مقتدى، مسيطر على الحكومة ومسيطر على البرلمان، والحكومة تجاوزت. شنو اللي خلاه يغير وياخذ هيك قرار وينسحب؟ وضعه كان ممتاز ويتحدث عن معارضة مو انسحاب، هسه انسحاب أول مرة يتحدث عن انسحاب. شوف ايه؟ راقب الخطابات الإعلامية للطرف الآخر، شوفها كلها توجه اتهام وسهامها للتيار الصدري بأنه يعد لقانون النهب والهدر المالي في العراق. يقولون أكبر ما يعني هدر هو 19 مليار دولار، وإحنا سنوياً نوقع على 130 تريليون عراقي ونحطها يم الحكومة، وهاي الأموال راحت للحكومة. اليوم التيار الصدري، هسه أنا قرأت تعليق قبل لا أجل الاستوديو، يقولون هو صح انسحب بعد ما خلى 25 تريليون بجيبه وانسحب. تصور، وهي من شخصية معينة، يعني تصور إذا هذا الاتهامات وهذا التسقيط الآن هو وضع الجميع في زاوية حرجة. سميها أستاذ غالب، ونحن نعرف أيضا سميها شخصية، سميها أستاذ غالب. نحن نعرف جيدا أن لا جهة أخرى تنجح في إدارة هذا البلد. أصبحنا دولة فاشلة ومنتجة للفشل، وبالتالي لن يكون بالأقل جزءا من فشل مقبل. هاي النقطة هنا لن يتحملها التيار الصدري، مع ما أضاف ضيفك الدكتور عقيل بأن هناك تحالفا روحيا سيكون بين الجمهور الغاضب أيا كان شكله ونوعه، وهو ب70% مع التيار المنظم المؤدلج التيار الصدري، وبالتالي الجميع يدرك
إن الأيام المقبلة حقيقة حبلى ولا نعرف ماذا ستلد. لذلك يا أستاذ عدنان أعتقد هذا الانسحاب هو خسارة للإطار. لذلك أنا على يقين دكتور غالب. وأقول إنهم سيذهبون إلى النجف ويحاولون بشكل ما لثنيه عن التنازل وبالتالي تقديم تنازلات أخرى، عفوا ثني عن الاستقالة وتقديم تنازلات بشكل حكومة الأغلبية وإن وافقوا يعني أعتقد السيد يتراجع. أربك المشهد، يعني هو مو الأيام حبلة عند السيد مقتدى، هو الساعات لم يربك حبلة عند السيد مقتدى. بل بالعكس هو صوب المشهد، قل إنه صوب المشهد المرتبك. يا أخي المشهد مرتبك منذ 20 عاما، قتل وتجويع وتخريب وتدمير، ويعني فصل تقسيم البلد إلى أجزاء، جزأ المجزأ. الآن الشيعة أصبحوا دول، والسنة دول، والكرد دول، والعائلة دول. بس لذلك يا أستاذ عدنان المقبل أسوأ. أريد شيء سريع من أستاذ كاظم، شنو اللي دفع سيد مقتدى لهذا الموقف غير الإطار؟ شنو اللي دفع باختصار أستاذ كاظم؟ قبل ذلك أستاذ عدنان، يعني أنا أرى الضيفين يعني متحاملين على أن يكون الشعب العراقي والجمهور العراقي برمته يعني متماسك، وأن يكون هناك قبول للعملية السياسية، وأنما كأنما لديهم معلومات عن شيء ما سيحدث في المستقبل القريب. هذا من جانب. بدأت الاتهامات، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيد صدر على محمد واحفظ ولدهم. متهمات عمي يا اخوي تقول تظاهرات، تقول الشعب غاضب، تقول الشعب تدمر، تقول لك العراق انقسم، تقول ما انقسم. اعطيني شيء حلو بهالعراق هذا، شنو بقى يا اخي يا استاذ؟ يا استاذ الله يخليك، بدنا نحكي من الواقع من مأساتنا. استاذ غالب هو حتى انا اتهمني، هذا تلميح وربما اشبه الى التصريح. يعني موقف سماحة السيد مقتدى الصدر حتما هو في مواقف سابقة أعلن أنه سيذهب باتجاه المعارضة أو ربما بخيارات أخرى، وهذا الموقف يعني ليس يعني بالمستغرب نتيجة المواقف أو طبيعة التحالفات التي أراد أن يصل إليها ولم يستطع الوصول إليها. ليس هذا المهم أستاذ عدنان، نوعية الموقف. طيب. المهم أنه ماذا سيترتب على هذا الموقف داخل المشهد السياسي، وإفشال المخططات والمؤامرات التي ربما البعض يلمح لها هنا أو هناك، وأيضا إفشال أي مخطط يراد أن يكون هناك تجزئة للدولة العراقية. طيب. على مستوى محافظات، والآن نتحدث على مستوى تجزئة مكونات، وهذا الأمر غير حقيقي وغير واقعي، ولن يكون ما دام هناك قوة أمنية وحشد شعبي وفصائل مقاومة. أستاذ عقيل، شنو القوة، شنو الخطوة اللي لازم ياخذها؟ نقدر أطلع أستاذ عدنان؟ هو خلصنا شاش عندنا بعد، أعطينا فرصة. استأذن؟ أقول لك خلصنا أستاذ غالب، بس خلي أسأل الرجال سؤال وأرجع لك وأقول وأسلم عليه. دكتور عقيل، شنو الخطوة اللي لازم ياخذها قوى الإطار؟ الخطوة المهمة برأيك بعد موقف السيد مقتدى؟ يعني أمامهم القبول بخيار مر رفضوه منذ 6 أشهر، أنه يذهبون نحو المعارضة، يتفكك الإطار التنسيقي، بعض منه يلتحق بحكومة الأغلبية، وبعض منه يذهب للمعارضة، وأنه تتشكل حكومة أغلبية تكون مسؤولة عن الفشل والنجاح، والآخرون بإمكانهم أن يعارضوا ويتوقفوا عن هذا الكلام بحق المكون الأكبر بتشكيل الحكومة والتوافقية. يعني كل هذه الأفكار التي قادتنا إلى الكارثة الحالية، وهذا التفكير المؤامراتي ولوم الخارج وتحمل المسؤولية عن الفشل، وهذا الفشل صنعته هذه الطبقة السياسية منذ 2005 ولحد الآن. أقل شيء يفعلونه أنهم الذين فشلوا ينسحبون، يذهبون للمعارضة، والذين فيهم شيء من أمل. نحن غير متأكدين أن حكومة الأغلبية التي سيقودها تيار صدر إن حصلت ستنجح، لكنه على الأقل هناك احتمال، هناك إمكانية. دعهم يجربوا، وللمجتمع أن يقرر بعد 3 أو 4 سنوات. ما أنتم حاولتوا 15 سنة وفشلتوا.
شكرا دكتور عقيل عباس اكاديمي وباحث سياسي، وشكرا ايضا الاستاذ كاظم الحاج محلل سياسي، والدكتور غالب الدعمي اكاديمي ومراقب سياسي من بغداد. شكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقة اليوم: ما خطوة الصدر التالية بعد خطابه الأخير الرافض للتوافق مع الإطار؟ طبعا هو السؤال كان تنبؤي، البعض تنبأ بخطوة بالانسحاب. أترككم مع إجاباتكم، وشكرا لكم، ونلتقي شقشقة جديدة.